يا دنيا هاجي كمان هاجي ما يهمكيش شم حياتي، يا دنيا هاجي كمان هاجي ما يهمكيش شم حياتي، ما انا اصلي واخد على الاحزان والدمع في عيوني ليلاتي ليلاتي عذابي وهمي وتوتا توتا، هادي نهايتي الحدوتة بدمع عيني واحزاني، الدنيا راضية ومبسوطة مبسوطة، يا دنيا هاتي كمان هاتي ما يهمكيش شم حياتي، ما انا اصلي واخد على الاحزان والدمع في عيوني ليلاتي. اللي عنده امه واللي عنده باه يتهلا فيهم ويدير راس الوالدين. انت نجحتي خديتي اللقب وبقات عندك داك الجمهور، عندك ستيل ديالك خاص. الشعب كله كان الحمد لله معاك، انا في المغرب في بلدان عربيه. السروال ولا مجروح ولا طايح وكتدخل تدخل لمائدة الإخفاء. كيما نقول لك نكون انا متى نكون غني محمد ريف اللي كاين بدون تصنع باحساس. الزوجه ديالك الله يخليها لك كتوجد لك شي هوايات، شنو حاجه كتعجبك من يدها؟ مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فطور مع مشهور ومع ماريا. ضيفي لهذه الحلقة نجم مغربي تألق في الوطن العربي وفي المغرب والأكيد رفع راية المغرب بحب، مرضي الوالدين وما عمرو يخيب، واليوم غادي نتقاسموا معاه مائدة الإفطار ومعكم مشاهدينا الكرام، وغادي نسترجعوا معاه ذكريات الطفولة ديالو والأجواء ديال رمضان كيفاش كدوز عنده. الأكيد حاضر معنا اليوم محمد الريفي، مرحبا بك ومبروك عواشرك أخويا. مبروك عواشركم، الله يبارك فيك، وانا جيت سعيد اول لقاء ديالي معكم شوف تي في، وشكرا لك اختي ماريا على الاستقبال الزوين، وصراحه انا جيت سعيد. الله يكبر بك، الله يطول عمرك. اختك محمد مرحبا بك، وشرف لي انك تكون حاضر معي اليوم. انت من الناس اللي شقيتي طريقك خطوه بخطوه والحمد لله وصلتي لقلوب المغاربه، وصلتي لقلوب الوطن العربي، لانه من خلال برنامج اكس فاكتور عفوا درتي البصمه ديالك، خديتي اللقب، فرحتي المغاربه. كنعقلوا ان في المطار كان واحد الاستقبال كبير ما شاء الله، وكلشي كيتسنى محمد الريفي في الحومه ديالكم، تبارك الله الناس كلهم فرحانين، لا في السطح في الشراجم في الزنقه. فبغيت نسترجع معاك الذكريات ديال المشاركه ديالك وديك الفرحه اللي اكيد غتبقى مرافقك لطول الحياه. واكيد انا كنت فرحان نهار ربحت الفينال وجيت المغرب، حيت كما كانوا عارفين الناس كما تنقول لهم انا ما كنتش غادي نمشي نغني، كنت غادي نمشي غير نبيع الوراق، وربي سبحانه وتعالى صدقت غادي بورقه وحده، صدقت دافعه وصدقت غادي ومشارك وصدقت ربحت الفينال. فالحمد لله هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى ورضات الوالدين، والشعب كله كان الحمد لله معاك هنا في المغرب وفي بلدان عربيه. فما عمري ما نسيت يعني نهار استقبال في المطار، نهار جيت ونهار مشيت للحومه ديالنا في مدينه قديمه، دخلت غنيت وسط المدينه قديمه وطلعت السطاح، فكانوا ذكريات الحمد لله، كانوا ذكريات زوينه ما عمرهم يتنساو. يمكن دائما تتبقى احسن ذكرى عندي هي هذيك السنه اللي كنت ربحت فيها الفينال. فالحمد لله اي واحد خاصو يجتهد باش ربي يسهل عليه، اي واحد عنده شي حلم خاصو يكون مامن به، واخا ما يكونوش مامنين به ناس، انت امن بالحلم ديالك وربي اكيد غيسهل عليك. اكيد محمد بزاف ديال المشاركين كيشاركوا في عده برامج يعني مختلفه من غير الاكس فاكتور كياخذوا اللقب، لكن ما كتكونش عندهم واحد الجماهيريه ولا كيكون ستيل ديالهم. انت من المشاركين اللي يعني فزتي وبقات عندك بقى عندك داك الجمهور وداك الحس ديالك، رغم انه كاين المشاركين هما اللي كياخذوا اللقب وما كيتشهروش، دائما كيتشهر اللي كيكون في الاقصى. انت نجحتي خديتي اللقب وبقات عندك داك الجمهور، عندك ستيل ديالك خاص بك، وخلقتي بصمه وسط البرنامج، وكانت شهاده ديال حسين الجسمي ومجموعه من الفنانين اللي قالوها في حقك. فشنو احساس ديالك انك تشوف خالق ستيل لراسك ومختلف على باقي الفنانين؟ وكما كانوا عارفين الناس انا درت ستيل في الاكس فاكتور، كان ستيل خاص بيك، يمكن تتغني بكل حب، تتغني داكشي باحساس كل مره، وكل مره كيفاش يجيك
كيجيك الغناء. فالحمد لله خلقت ستيل خاص بيا، ودائما دائما تنقول انا تنحاول نكون انا ملي تنغني تيكون محمد الريفي. ما تنبغيش نقلد حد، ما تنبغيش نتصنع في حد، تنبغي نبني ندير كيما نقول لك نكون انا ملي تنكون تنغني محمد الريفي اللي كاين بدون تصنع باحساس. والحمد لله درنا السيل ديالنا، والحمد لله الناس حبوه هنا في المغرب وفي الوطن العربي كامل الحمد لله. بحكم انني الحمد لله الفيستيفال كبار درتهم برا المغرب، وخا قليل الظهور في المغرب انا بزاف بحكم انني دائما برا المغرب، في كندا، في لندن، في دبي، في فرانكفورت. الحمد لله درنا حفلات كبار في الوطن العربي وفي مصر مع شيرين، مع عبد الوهاب، مع مصطفى قمر، مع علاء زلزال، درنا حفلات كبار. فالحمد لله بقيت غادي ومازال تنتابر، وباقي باش ان شاء الله نحقق هذا الحلم. لاني واخا هذا الشيء مازال تنقول واحد مازال خاصني نوصل لواحد النقطه، واكيد اكيد بالشهاده ربي سبحانه وتعالى ما يخيبناش باذن الله تعالى. اكيد انت يعني من الفنانين اللي ما شاء الله مرضي الوالدين، مرضي مهمتك، ودائما مشيتي للبرنامج هضرتي على الام ديالك في البرامج، كتهضر على الام ديالك، علاقتك بها ماشي ابن وام اكثر ما كتحس براسك انت هو باها، وكتعامل معاها بواحد الحنان اللي ما شاء الله. الله يحفظها لك يا ربي في هذه العواشر. فشنو الكلمه اللي بغيت تقول في حق مهمتك وقربني من علاقتك معها؟ كما عارفين الناس انا مع الوالده انا حاجه سبيسيال، واحد الحب تنعطي الوالده حب كبير بزاف لله سبحانه وتعالى. واخا نقولوا ما كاين الناس غيحسوا، لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي يعرف لو فون ديالي، احساسي مع الام ديالي. حيت صافي امك دوزتي مع عمر، دوزتي مع سنوات ديما امك حداك، فانا تنحن، انا اللي تنحن دائما على الوالده. انا اللي باقي لدابا تنحترم الوالده، عندي حب مع امي سبيسيال. واخا نبغي نشرحوا ما دائما تيكون خجل ملي تنشرحوا، والحمد لله برضات الوالده ربي سبحانه وتعالى سهل. وباقي دابا الحمد لله تندي رضات الوالدين، وباقي دابا تنخاف على الوالده، وباقي دابا تنراقب لها الدواء ديالها، وبحال الدريه الصغيره، وانا بحال الدريه الصغير مع الوالده. وباقي دابا ما تنهش الراس، وباقي دابا تنحترم امي، وباقي كل شيء باقي. انا داك الدري هذاك اسمه محمد اللي باقي لا مستحيل، ديما اي واحد قدام الام ديالو تيكون ضعيف، واخا يكون جبروت قدام الام ديالو تيكون بحال البيبي الصغير، لان تتكون امو هذيك. والله سبحانه وتعالى وصلنا على الوالدين، فالميساج ديالي تنقول الناس يتهلاو في والديهم عندهم في الحياه، فماشي تيتوفى وتيكون سي تروطا. اللي عنده امو ولا عنده باه يتهلا فيهم ويدير ذات الوالدين، ويتهلا فيهم بالقليل ولا بالكثير يتهلا فيهم، وراه اكيد غادي يدير ذات الوالدين. الام ديالك توام مع الاخت ديالها، وانت توام مع الاخ ديالك، الاخت الله يرحمها اللي عاد توفات الخاله ديالك، وهما توام، وانت والاخ ديالك توام سبحان الله. هما الخاله الله يرحمها يلاه توفات لينا في دابا واحد جوج سيمانات، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين. هي تقريبا بين الوالده شي عام، ولكن هما كوبي توام. انا في الصغر ما كنتش نفرق ما بين امي وخالتي، يكونوا في الطريق تيتشابوا. انا وخويا توام. لا ما تنتشابوش، انا تقريبا ما تنتشابوش، ولكن تشوفي راه كاين واحد الشبه انه خويا كنحضر معايا. ولكن الوالده وخالتي كوبي كولي، تقريبا توام فري. الله يحفظك الله يطول عمرك. بغيت نرجع معك محمد لرمضان ديال زمان، الذكريات ديال المدينه القديمه، كتبقى تلعب في الزنقه، تدخل مقطع السروال ولا مجروح ولا طايح، وكتدخل تدخل لمائده الافطار. خصك تعرف الشهوات اللي حاطه الوالده، كدابز مع خوك، قربني من الطرائف اللي كانوا كيوقعوا لكم، دوك الذكريات اللي عندك باقيين كيضحكوا. وا رمضان ما كاينش شي واحد، حنا في المغرب كامل كله فين تربى، حنا تربينا في مدينه قديمه، مدينه قديمه هنا في كازا، راه كيعرف مدينه قديمه واحد الاجواء كانوا عندها خاصه. واحد التحيه لهم كاملين دابا من هذا المنبر، تنقول لهم شكرا لكم ولاد المدينه القديمه، والله يكبر بكم. حنا ولاد المدينه القديمه كانت عندنا الاجواء الرمضانيه سبيسيال، كيفاش كنا نلعبوا كره قبل ما ندخلوا نفطروا. صافي الوالده موجده لك الحريره، المهم الحريره خاصها تكون، وشي واخا ما تشربش تكون اتاي. كانوا عندنا واحد الاجواء الروعه ديال كازا، نزل الدار البيضاء ولاد المدينه القديمه، صراحه كان عندهم رمضان شي حاجه طوب. ومورا فطور كيفاش كنا تنخرجوا تنصليوا التراويح، ما كناش نعسوا تيأذن الفجر عاد تنعسوا، وكنا تنبكيو ملي تيسالي رمضان. فولاد المدينه القديمه تنقول لهم تنوصل لهم واحد التحيه خاصه، تنقول لهم راكم في القلب، حيت انا ما عمري نسيت اصلي، انا ولد مدينه قديمه. دائما في ما تندوز مدينه قديمه تنقول له هنا فين كبرت وهنا فين تربيت، ومحمد ريفي واخا ربي ما عرف شنو يعطيه، دائما يبقى هذاك الدري ولد الشعب
اللي تيتكلم مود الشعب والحلم ديالو باغي يحققه باي طريقه ممكنه، واخا ما كتبش الله في هذا البلاد حقه تحققه في بلدان اخرين. المهم انت مامن بداك الشيء اللي تدير، وانا مامن به، وامي مامنه به، والزوجه ديالي مامنه به، وكل شيء مامن به، فانا خاصني نكون قد المسؤوليه. اكيد محمد كنذكر مدينه قديمه معروفه بالشوايه، الدراري دائما كيتجمعوا الشوايه، شي طريف وقعت لك مع الشوايه، تجمعتي مع الدراري درتوا شي زبله؟ عندي شي تبرقيقه. عندك شي تبرقيقه؟ قول لي فكريني مع في مدينه قديمه. واه بزاف ديال درتوا الشوايه وهربتي على الدراري كليتي لهم الشوايه. هربت على الدراري في الشوايه، كنا شوينا بزاف في المرسى حيت انا خدمت في المرسى بزاف، كنا شوينا في واحد البلاصه في درب التازي حتى هي في مدينه قديمه كارتي كوبا. في كارتي كوبا كنا واحد كانوا زعما ولكن ما عملي هربت على الدراري، ملي كنت نجيب الحوت مستحيل، حيت انا كنت خدت في المرسى كنت انا تنجيب الحوت للدراري ملي تنسالي تنجيبو تنعيط للدراري كاملين تيمشيو، حيت انا كنت معروفه عليا ماشي كان عزيز عليا، كان عزيز عليا لومبيونس حيت انا كنت نخدم صغير، ومن كنت نخدم صغير يعني كنت صغير كانوا عندي فلوس في جيبي، من 12 عام 13 عام انا تنقرا في الاعدادي، هذيك الساعه كنت نصور 50 درهم 60 درهم، بديت نكبر شويه 18 19 كنت نجيب 100 درهم، يعني الدراري بالنسبه لي انا كانت عندي 100 درهم، الدراري ما عندهمش يعني بالنسبه راه انا هو الطوب، تمشي نجيب معايا الحوت ونعيط للدراري ونمشي نصوبوا المقلات ونصوبوا زعما ديك لومبيونس، اقسم بالله ما عمرني في حياتي ما غنسى. انا بعض المرات تنكون غادي مع الولد وتنكون غادي مع المدام في الطريق، صحابي اللي في مرسى كاملين تيقولوا للمدام تيقولوا لي ان شاء الله في الريفي حيت دوز معنا المرسى وكبر معنا، وتنقول لك بدا ملي كنت صغير راه هذه هي حياتي، هذه هي حياتي كانت وما عمري ما غتبدل، فانا هكا انا تربيت هكا وما عمري ما نصنع على الناس وما عمري ما تكبر، واللي بغاني بغاني، المهم انا هو هكا الريفي هو هكا كما الانترفيو كما الشارع. كاين واحد شويه ديال ملي تكون عندك حفلات كاين واحد الطقوس ديال الحفله راكي عارفه، هذوك غير، ولكن ملي تكون في الشارع تيكون اسم محمد، في الحفله تتكون محمد ريفي لانك تكون مركز لان عندك ناس عندك فان، ولكن في الشارع في الزنقه في الانترفيو تنكون اسم محمد ولد البلاد. الله عليك سيدي تبارك الله عليك، وحنا نيت غنقسموا فطورنا بماكله ديال بلادنا ونرجعوا نكملوا معكم مشاهدينا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وبصحة فطوركم، مازالين مستمرين مع الفنان ديالنا سيدي محمد الريفي اللي اليوم منور لينا الطفله ما شاء الله، مرحبا بك. يستر عليك، الله يكبر بك وينور بك، وان شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم يا ربي. الله يعطيك الزوجه ديالك الله يخليها لك، كتوجد لك شي هوايات؟ شنو الحاجه اللي كتعجبك من يدا؟ كبيده معروفه دائما، الطياب زوين، وحنا انا وياها واحد يعني، تنطيبوا بجوج تناكلوا بجوج الماعن بجوج، كل يعني بحالي بحالها دايرين كل شيء، ما كاينش داك الشيء الا انت مراه ديري كل شيء بوحدك، تنعاونها ضروري صوبي انت هذه تشوفي تديري كل شيء تديري بحب، اي حاجه تديريها بحب، مش هذيك الثقافه ديال صافي المراه غير تخدم 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 تخدم، بركه حتى الراجل خاصو شويه يجي الدار يعاون مرته شويه يساعد مرته شويه، هو مسكين تيتكرفص في الزنقه اللي كاين الله يحسن العوان، ملي تيكون خدام برا تيجي مسكين عيان، فمثلا ملي يكون مرتاح لان مسكينه الام حتى هي تتكون مرات تكون في الدار تتقابل الوليدات تتكرفص هذه، فحاولوا الناس يخفوا عليهم شويه، اكثر في هذا رمضان دابا مساكن تيعياو فيه هذا الشهر كامل، فالله يسمح لنا الله يسمح لنا منهم، وربي سبحانه وتعالى المراه هادشي علاش عطاها ثلاث المراتب والراجل عطاها مرتبه واحده، فالله يخليهم لنا كاملين يا ربي. يا ربي امين. شو الحاجه اللي كديرها المدام شي هو اللي كتصرعها وكتقول لها هذه ما كايناش شي مره كديرها بحالك؟ هي عزيزه على الدجاج والفريج. الفريج بالي انت اللي عزيزه عليك الدجاج. هي الفريج تعطيك تسليها في اي اكله خاص يكون
تضحك. خاص يكون في اي الحاجه المفضله عندها، اي اكله تتقول لك بطاطا فريت، بطاطا فريت ديما. فالدجاج تتصرعوا بزاف. الله يخليك يا ربي ويخلي لكم الدجاج. الريفيه ما يمكنش تكون معنا اليوم، ما نسمعش منك شي حاجه. يا دنيا هاتي كمان هاتي، ما يهمكيش شم حياتي. يا دنيا هاتي كمان هاتي، ما يهمكيش شم حياتي. مناصلي واخدة على الأحزان، والدمع في عيوني ليلاتي ليلاتي. عذابي وهمي وتوتة توتة، هدي نهايتي الحدوتة. بدمع عيني وأحزاني، الدنيا راضية ومبسوطة مبسوطة. يا دنيا هاتي كمان هاتي، ما يهمكيش هم حياتي. مناصلي واخدة على الأحزان، والدمع في عيوني ليلاتي. الله ما شاء الله، من أروع الأصوات والله. زعما محتاجين بحال هاد الأصوات اللي نشوفوهم في مهرجانات وفي حفلات وفي التلفزيون المغربي وفي الوطن العربي. فتبارك الله عليك، كنتمنى لك كل التوفيق. كنشوف عبر العالم فنانين مغنيين التجؤوا للتمثيل، وفي مصر كذلك، وكي محمد رمضان ما شاء الله عليه، واللي كيشبه لك واحد شويه. ما كيشبه لك، وتا هو زعما ولد الشاب بدا من الزيرو. كاين مجموعه من المغنيين اللي شفناهم في التلفزيون، وهذا العام نيت شفنا موس ماهر، شفنا زهير بهاوي، شفنا سلمى رشيد، عام فات ايهاب امير. مجموعه من المغنيين شفناهم دخلوا لعالم التمثيل، وما شاء الله يعني كيكونوا مقبولين عند الجمهور وكيعطيو. فما جاكش شي نهار شي عرض وما فكرتيش انك شي نهار تمثل؟ شوفي التمثيل جاني شحال من دور، مره وجوج وثلاثه هنا في المغرب وفي مصر. كما قلت لك بغيتي تمثل خاصك كوتش، وانا كنشوف راسي كمطرب بزاف، كممثل لحد الان باقي كاين تفكير. مثلا تيعيطوا بزاف المدام تيقولها لي في يمثل، تنقول لها انا ما باقي ما حاليا نفسانيا باقي ما قادش. خليني انا كمطرب. من بعد اللي جات شي حاجه وقريت عليها وتعلمت ليها وقدرت عليها، نكون انا نفسانيا قاد بها ونحس راسي انني انا قاد بها نديرها. كان كاين تخوف احسن حاجه، لان الجمهور بعض المرات ما تيبغيش الغلطه. فانا ما تنحاول دائما نرضي اكثر الجمهور، لاني تنشوف الكومنتير، تنشوف اي كومنت تيكون يا سلبي يا ايجابي تناخذ بعين الاعتبار، لانه تعطيني طاقه. يكون ايجابي تنقول الحمد لله مزيان، كان سلبي تنقول هذا السيد فين هضر معايا في هذه المساله، خاصني نمشي نصحح هذيك المساله، لان يقدر هو شافها انا ما شفتهاش. ديما في الكومنتير تنجاوب الناس، مأدب مع الناس. فكما قلت لك الممثلين تبارك الله، كما قلتي على ايهاب ولا على زهير بهاوي، شفتهم ما شاء الله عندهم قاعده جماهيريه وتيمثلوا زوين. انا كما قلت لك دابا اكيد كاين تفكير قبل ما ندير اي خطوه. كل التوفيق، ونتمنى ان شاء الله نشوفوك في التلفزيون. علاش لا؟ لا تجي ممثل، تجي معك ممثل. كنتمنى لك كل التوفيق، ما سخيناش بيك. كاين شي جديد ان شاء الله من رمضان غادي؟ ان شاء الله كان غيكون جديد قبل من رمضان، دابا حيت رمضان وانتم عارفين مع ظروف كورونا، قلنا بلاتي الحمد لله يتسالي هذا رمضان باش تنزل بشي حاجه زوينه وترضي الناس. فما بقيتش صافي، ما بقيتش باغي شي هفوه، وليت كل حاجه تنبغي نحسبها واخا نتعطل. المهم يا تنزل صح يا ما نزلش، لان عندك جمهور تيبغيك والناس يسولوا لك في شارع وفي زنقه. وتنقول الحمد لله واخا انت غايب على المغرب، قسما بالله حب الناس لا في شارع لا في زنقه لا في كل شيء، وكذي فيك راه توحشناك بزاف. هذا تيعطيك طاقه، لان قال لك زور غيبا تزيد حبا. الحمد لله انا ما تيشوفونيش الناس بزاف، ولكن في لي غوزو سوسيو وفي الناس في الشارع واحد الحب ربي اللي عالم به هو اللي تيخلي دائما عندي الطاقه الايجابيه. فالحمد لله محمد ريفي دائما مصر على طموحه، وكل واحد كما قلت لك واخا يقول لك شي وحدين الطموح تقدر ما توصلش ليه، تنقول انا مصر على طموحي حتى نوصل لذاك الشيء اللي بغيته باذن الله تعالى، برضات ربي ورضات الوالدين ورضات الشعب. الله يحفظك سيدي محمد، ما سخيناش بك اخويا، وكنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، مازال لقاءات ان شاء الله مستقبلا. تحيه ليك وتحيه للحاجه وتحيه للزوجه ديالك اللي حضر معنا في الكواليس. شكرا لكم مشاهدينا انتم على المتابعه، واشركم مبروكه، ونتلاقاو ان شاء الله في حوار اخر. الى اللقاء.